اللي تثبت ان انا موجوده في البيت، انا واربع عيال، انا واربع عيال من ضمنهم اتنين يوتم مش راضيين يدوني شقه. منطقه السيده زينب، تالي العقارب تبع اسم السيده زينب وحي السيده زينب. حسام رافض مش راضي يديني شقه بعد ما حكي رئيس الحي، بعد ما حكي طلعت على العربيه نزلها رماها في الشارع، اتندى عليا في 6 اكتوبر واتندى عليا هنا في السيده، وكنت اموت في الشارع ولحد دلوقتي بموت، ولحد ما اموت هفضل ادور على حاجه. بيقول لي جوزك كان مستلم قبل ما يموت في 92. كان متجوز تاني؟ فانا مش مراته اساسا من قبل ما يموت، انا مش مراته، انا متطلقه من قبل ما يموت. انا مش على ذمته. ورقه ولا كده؟ لا متطلقه ومعايا قسيمه وطلعتها لحسام بيه رافض والكمال بيه رئيس المرافق وطلعتها للناس كلها. بيوتنا منكنة بس مستحملين العيشه فيها، يروح هناك مش هلاقي ناكل ولا هلاقي يشرب. احنا مرتاحين في عيشتنا، ليه يجي يشيلونا ويبهدلونا؟ عايزين تشيلونا ادينا حقوقنا. واحده ارمله معاش عيالتي تجيب منين واحد عشان يبقى لها شقه؟ قال المكان خلص. لا ما هم بياخدونا اول ما بيتفحص، واللي كان بتفحص حاجه حاجه، واللي ليه حق ياخد شقه بيستلمها في ساعتها. صح؟